جبت لكم اليوم واحد القصة اللي وقعت ومن المستحيل أنكم تصدقوها، ولكن هذه القصة حقيقية. وهذه القصة وقعت في اليونان عام 2001. واحد المرأة كانت سميتها لوري كابل، كانت كتقود السيارة ديالها، وكانت في طريق يعني في الطريق ديال العودة ديالها. كانوا معاها ثلاثة ديال وليداتها، جوج بنيتات وولد. الابن سميته كابل وإيما وكايتي، وهي واقفة في الإشارة باش تشعل بالضوء الخضر باش تكمل طريقها لدارها. واحد الشاحنة كانت جاية بواحد السرعة ديال 70 كيلومتر في الساعة. الحمولة ديالها كانت تقريبا شي 20 طن. هاد الكاميو هذا دخل في السيارة ديالها من الخلف، والسائق ما قدرش انه يتوقف بسبب السرعة العالية اللي كان غادي كيسوق بها الكاميو. المهم الشاحنة دخلت في السيارة وردتها فراتت. هنايا الام لوري دخلت في واحد الغيبوبة طويلة، داوها للمستشفى فاش فاقت من الغيبوبة ديالها. الاب يعني الزوج ديالها قال ليها بأن الأبناء ديالها ماتوا، البنات ماتوا في ديك اللحظة بنزيف داخلي. الولد عاش على أجهزة ديال الإنعاش الصناعي واحد الفترة بسيطة، ومن بعد التحق بالأخوات دياله، يعني مات من بعد داكش. سائق سيارة النقل كان معروف عليه أن السياقة دياله كانت متهورة بزاف، وكانوا عنده من قبل مخالفات سرعة، يعني قبل فترة خرج من قضية بدون أي مشاكل. وهذا الشيء حيت الشركة دياله كانت موكلة واحد المحاميين كبار، وهاد المحاميين كانوا كيخرجوه من أي ورطة وقع فيها. طبعا كريس ولوري بالرغم من هاد الحزن الشديد اللي كانوا مسيطر على الحياة ديالهم، المنزل ديالهم اللي كان كيعجب ديك الأصوات وديك الضحكات ديال الأطفال الثلاثة ديالهم، المنزل كان دائما كئيب وهادئ. وزاد على هاد الشيء أنهم حسوا بالظلم وما كاينش شي تعويض اللي حصلوا عليه في هاد الدنيا. يكفي أنهم خسروا ثلاثة ديال الأبناء ديالهم. على الأقل المذنب كان خصو ياخد الجزاء دياله، كانوا على الأقل يمنعوه أنه يؤدي ناس وحدة أخرين، وسلموا أمرهم لله كيف ما كيديروا الكثير وسكتوا بعد ما أن السائق في الأخير ما خداش الجزاء دياله. ولكن الله هنايا كان عنده تدبير آخر، يعني كما يقال تشاؤون ويشاء الله. شاءت الأقدار بعد الحادثة بفترة من الزمن أن لوري مرضات وحسات بواحد الدوخة، مشات عند الطبيب باش تكشف على راسها وتشوف شنو عندها. كانت المفاجأة أن لوري لقات راسها حامل بثلاث ديال التوأم، يعني كانوا ثلاثة ديال الأطفال في البطن ديالها. وأيضا المفاجأة الكبيرة كانوا ولد وجوج بنيتات، واللي سموهم جايك وأشلي وإيلي. والغريب في القصة أن الأم بعد ما ولدت هاد الأبناء الثلاثة كانوا كيظهروا كنسخة من الأطفال الثلاثة اللي رحلوا، اللي توفوا في حادث الشاحنة، وكان واحد الشبه بينهم كبير بزاف كيف ما كيبان لكم في الصورة. أشلي شقراء بحال الأخت ديالها إيما، وآيلي كانت كتشبه حتى هي لأختها كايتي، وحتى جايك الملامح ديالو كانت نفسها ملامح ديال خوه المتوفي اللي كان الاسم ديالو كايل، وعنده نفس الطباع ونفس التصرفات. حتى أن الأم ديالهم كانت كتقول أنها كانت كتحس بأن الله وضع الأرواح ديالها الثلاثة الأبناء اللي فقدات باش يوليوا يتولدوا مرة أخرى، ولحد اليوم راها عايشة مع الأبناء الثلاثة ديالها في سلام وطمأنينة. بعض الأحيان الحياة كتجلب منك شي حوايج اللي هي عزيزة عليك، ولكن كن أكيد أنك غادي تاخد شي حاجة في المقابل.